التقى قبل قليل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره وزير الخارجية الإيراني في لقاء ثنائي جمعهما. بعد ذلك كان هناك جلسة مباحثات موسعة تجري في هذه الأثناء، تجمع طبعا وزير الخارجية السعودي والإيراني بالإضافة إلى الوفد المصاحب لهما. يتم نقاش في هذا الاجتماع الموسع العديد من القضايا المهمة، بالإضافة إلى القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال البيان المشترك الثلاثي المشترك الذي صدر يوم 10 مارس هذا الشهر. من المتوقع أن يكون هناك بيان ثنائي يجمع المملكة العربية السعودية وأيضا دولة إيران في حال الانتهاء من هذا الاجتماع الموسع الذي يجري في هذه اللحظات.